جبت لك شوية حلو. ايه يسلموا يسلموا ايديك يا ابي. هات عمك هات يا عم الشوم يسلموا ايديك. كأنك صاير عم تدخن كتير مو؟ لا الله يلعن التدخين وساعته، بس إلا ما أتركه، بدي يجي يوم أتركه. كلا كلا، دوقة، طيبة كتير. ساعتك عم تدخن لف؟ ولكن يا بي، هذا الدخان الأجنبي، يعني كله نايلون وزبالة. الدخان العربي نظيف كتير، كتير، خذ جرب لك وحدة. أحسن من الأجنبي ما؟ وينك والله برافو عليك، أنت لهلا ما دخنت، عقلك كبير. خو طعمية طعمية لأمك وأختك، وهي أنا أخذت وحدة كمان. ريحة السيجارة غريبة شوي مو؟ شو غربها؟ شو ريحتها غريبة؟ يعني أنا شامم هالريحة من قبل، بس وين ما عم بتذكر. شو يعني وين؟ وين ما بتروح بتشم ريحة الدخان؟ بابا انت عم تحشيش؟ كيف ما خطر لي أنا أنه كل هالسردات تبعك بسبب الحشيش؟ مرة تعرفت على واحد حشاش، قال لي انه اللي بيحشش بيسرد بصير بيضحك لحاله وبياكل حلو كتير. شعل لي سيجارة وضيفني اياها، لما شميت الريحة نفس ريحة دخانك. صار لك زمان بتشربه؟ أنا يا عمر الدنيا أخذت مني كتير، من قبل ما تخلق بسنة هيك لبين ما صرت أنت عم تشتغل وتحط بالبيت. يا سيدي قبل ما تجي وقبل ما أنا أتجوز شو رأيك؟ أنا كنت ألعب بالمصاري، لا كنت ممكن صير أكبر مليونير بهالبلد مثل ما عم أقول لك. بس أولاد الحرام ما خلوا لأولاد الحلال شي، هيك ترد صرت على الحديد مفلس. وهنا يمكن ما في أب الدنيا تعتر مثل ما تعترت أنا نهائيا، لبين ما ربيتك أنت وأختك نور. شقيت وتعترت وركدت وحفيت وتعبت لبين ما عيشتك أنت وأمك. سألها لأمك قديش أنا اتبهدلت وتمرمط. سألتها وحكت لي كيف نصبوا عليك رفقاتك بأول حياتك. وانت كمان لازم تنتبه من رفقاتك بهالأيام، ما في رفقة. رفيقك هاد جيبتك، رفيقك بيدفع لك مو اللي بياخد منك. أي واحد منهم بيقول لك هاد اللي يفتح الله شوف غيري. بهالأيام اللي معه قرش بيسوى قرش، واللي ما معه ولاش. هاي انت ليه كاكا؟ انت شو ليش واقف ومثبت حالك على الارض ماكين؟ لا تقلي مو انت لانك بتطالع القرش باظافرك، مو لانك بتحفر الصخر بايديك. صفا انت لهلا ما جاوبتني، انت صار لك عم تشرب؟ هلا شو دخل هي بحديثنا؟ اربع سنين من بعد ما وقفت المشروب، بعد ما انتزع الكبد تبعي. كنت قاعد بالقهوه اجا واحد ضيفني سيجاره وجربتها. يعني هلا انت خفت على كبدك؟ ما خفت على لك يا ابي والله ما عم تضرني. ليكني ما فيني البلا مثل الفله، لا قلب لا كلاوي لا سكر لا ضغط، كل حباشاتي شغاله.
بعدين يا أخي أنا كافي الناس خيري وشري. إلي تم ياكل ما إلي تم يحكي. شو بدي أكتر من هيك؟ أنا بحالي يا أخي. يكفي مثل الليرة الذهب. بس على طول سارد بابا. مو سارد. قول مسطل ولا تستحي. إيه إيه مسطل. لأن أنا إذا ما سطلت راح جن أكيد. إيه بابا. أنت يمكن قلت كل شيء عندك. وأنا سمعتك للأخير. ما بيهم إذا اقتنعت ولا ما اقتنعت. لأنه أنت بذات نفسك. مالك مقتنع بالشي اللي عم تقوله؟ عفوان أنا بالعكس أنا اللي بدي أفهمه إنه كيف ترضى على حالك تشوفك بنتك وانت بهالمنظر فوق كل هذا متدخن بغرفة مسكرة عم تنام فيها بنتك. لك يا أبي والله أنا قبل ما أنام عم أفتح الشبابيك والباب وعم هول الغرفة. شوف بابا إذا بتشعل سيجارة واحدة فيها حشيش ولا ما فيها بهي الغرفة أنا بدي أخذ أمي وأختي ونترك لك البيت تسرح فيه مثل ما بدك. إيه حشيش شو بالحشيش حشيش شو أعمل؟ الله سبحانه وتعالى بلاني شو ساوي؟ انت اذا ما عجبك كتي علي تنكة بنزين وحرقيني كمان عم تطلع علي بالعين. لك انت من امبارح لليوم نازله براسي زن وزن 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 شو بكي؟ لك والله راسي صار مثل البالون دسي دسي مثل البالون صار رح ينفجر. لانه هي شغله بشعه. هلا الحشيش صار شغله بشعه؟ بس شفتي العالم شو عم تعمل شو رح تحكي؟ يا صالح نحن ما علينا من الناس، نحن علينا من حالنا. لك انت نسيان انه في عندك طفله صغيره عايشه معنا هون بنفس البيت؟ لك والله ماني نسيان، ماني نسيان في بنت صغيرة وما لازم تشم ريحة الحشيش، فهمت غيره؟ صالح، أنت هيك عم خلص 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 خلص، أنا ما أحط السيجارة بتمي نهائياً. بنوب بنوب، مو هيك بده سبع البرمبة ابنك اللي عم يصرف على البيت؟ خلص، أنا خلص سعري بسعر نور بنتك نفس الشيء، ومثل ما بطلت المشروب ببطل السيجارة كمان، المهم ابنك يعني عمر يضل هيك فوق راسنا، ابنك عمر من قلبك؟ من قلبي ومصاريني كمان. لنشوف. بس وينك منى؟ انت من عندك ها؟ اذا سألك انه شفتي سيجارة بايدي بتقولي له لا. ليش بدك ترجع لها؟ ليش انا بطلت لارجع لها؟ يعني المثل بيقول اذا هيك هجمت عليك الريح انحني انحني مشان ما ينكسر ظهرك. اخ اخ والله انت مو باين عليك ناوي تبطلها. امنت بالله على هاليوم بتحبي احلف لك على المصحف؟ لا على المصحف مشان الله لا تحلف. بتعرفي انك كبرتي بعينك؟ مو بس المهم اني اكبر بعينك، المهم لاقي شغل بسرعه. رح تلاقي وبسرعه ان شاء الله، وقال لي رح دور لك. بس لبين ما تلاقي بدك تعذريني. شو عم تكتب؟ بدون اي تعليق. هلا الصندوق بيكون مسكر. بكره الصبح تنزلي على البنك وتصرفي. دبري حالك هلا بهالمبلغ قبل ما تلاقي شغل، واوعي تستعجلي على اقل من مهلك لحتى تلاقي الشغل اللي بيعجبك. تتصور اني ممكن اصرفه؟ ايه بدك تصرفيه وتحطيه بجيبك. مو من شانك مشان اهلك. انا هلا مسؤول منهم اكثر منك. انا ما بقدر اخذه. ولا تكوني ولا انا وانت واحد. ولا عندك راي ثاني؟ يا عمر انا ما بقدر. روبي. شو حابب تغدي؟ ترجمة